قبل بدايه هذا اللقاء المدرب كارلو انشيلوتي يفكر في الاقحام باللاعب، وهذه محاوله خطيره والميلان يتقدم، الميلان يتقدم عن طريق اللاعب جيلاردينو. جيلاردينو هداف الميلان يتمكن من احراز الهدف الحادي عشر له، والميلان مبكرا عن طريق جيلا. جيلا يتمكن من افتتاح باب التسجيل في وقت مبكر في مرمى هذا الحارس، في مرمى هذا الحارس إلي. إلي الحارس الذي كانت لديه تجربة لم تكن ناجحة مع الميلان. رونالدو الطائرة لجيلاردينو، وجيلاردينو مباشرة في مرمى الحارس الإغريقي الحارس إلي. 1-0 الميلان يتقدم على حساب أسكولي، وبداية للجيلاردينو.